في الأسابيع الأخيرة حصل حادثين مأساويين، واحد منهم مجموعة من أمناء الشرطة تعدوا على طبيب حديث في مستشفى في المحلة، والتاني مريض طعن طبيب بسكينة في صدره في مستشفى في كفر الشيخ، والطبيب لازال في الرعاية المركزة إلى الآن. وده يضاف إلى الحوادث السابقة من الاعتداء على المستشفيات، خاصة أقسام الطوارئ والاستقبال، واللي نتج عنها في بعض الأحوال قفل الاستقبال لفترات في اليوم مثلا بالليل، وفي بعض الأحوال اتقفل الاستقبال نهائيا بما أضر ضرر بليغ بالمواطنين اللي كانوا بيستخدموا الاستقبال ده لما يجي لهم طارئ. لغاية دلوقتي الحل المطروح واللي بيعمل هو حل أمني بحت. يعني ايه؟ بالناس بالطالب، وممكن يتوافر الى حد ما افراد امن في الاستقبالات واقسام الطوارئ، ولما تطلب قسم الشرطة او بوليس النجدة يجي لك الى المكان اللي حصل فيه الاعتداء او العنف، وده الى طبعا بيتحسن لكن لازال قاصر، مدة الوصول طويلة، عدد افراد اللي بيوصلوا قليلين، وفي نفس الوقت مش فاعلين. أنا كمان عاوز أتكلم على جانب تاني من موضوع الأمن ده، وهو مش الموضوع الأمني البحت، لا موضوع طبي بقى، لأن كثير من حوادث العنف نتجت عن قصور في الوسائل العلاج المرضى. بمعنى إيه؟ يجي أهل المريض جايبين واحد مغمى عليه أو في حالة سيئة، وبعدين يكشف عليه الدكتور ويعمل اللي يقدر عليه، وبعدين يقول لهم ما قدرش يدخله المستشفى، هو محتاج يدخل صحيح لكن ما قدرش يدخله عشان ما فيش سراير، يصوروا بقى ويضربوا الدكتور ويكسروا المستشفى وكده. أو يقال في موقف تاني إن هو العيان ده محتاج أشعة مقطعية مثلا أو اختبار تاني بصفة عاجلة لكن ده مش متوفر أو معطل، فيصوروا ويعملوا ضجة، أو إن الجهاز الفلاني أو الدواء الفلاني مش موجود، خدوا روحوا اشتروا من بره، وما هم ما معهمش فلوس وجايين يدوا الجري بالعيان، يصوروا ويعملوا. وبناء عليه جزء أساسي من منظومة تحقيق الأمن في المستشفيات هو رعاية الطب الحرج أو الطب العاجل في مصر، ده لازم ياخد أولوية قصوى من الدولة. إذا كان ممكن يبقى نقص في أي مكان فلا يجب أن يكون في نقص في الرعاية الحرجة أو الاستقبالات أو الطوارئ. ما فيش وقت عشان نغلط فيه أو نستنى أو نصلح أو كده. فنرجو أن يكون الاستقبالات مجهزة، وثانيا يكون مربوطة بالإسعاف باللاسلكي، بحيث أو حتى بتليفون موبايل، بحيث أن المسعف وهو لما راح يجيب المريض يبقى عارف اذا كان المستشفى دي فيها اماكن خاليه ولا لا، فيودي المريض الى اقرب مستشفى فيها اماكن خاليه او فيها الاختبار اللي هو لازم ليه. اذا فرض ان المريض جه على رجليه يبقى لازم المستشفى نفسها تتولى بنفسها البحث عن مستشفى اخرى فيها سرير خالي او فيها الاختبار، وتنقل المريض على مسؤوليتها وعلى حسابها الى هذا المكان حيث يدخل او يتعمل الاختبار. خلاف كده هيتن الامن مفقود، وهيتن الناس تتخانق وتعمل عنف وتكسر المستشفى.